ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكية يقال من منصبه بتغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر. وفي تغييرات قد ترسم مرحلة جديدة للسياسة الأمريكية، يعين ترامب مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بديلا عن تيلرسون، فيما تولت جينا هاسبل منصب مديرة CIA كأول امرأة في تاريخ الوكالة. اختلفت مع تيلرسون في العديد من القضايا، وفي الاتفاق النووي المريع مع إيران كنت أنوي الانسحاب منه أو فعل أي شيء بديل، وكان تيلرسون يختلف معي كليا. بالنسبة لمايك بومبيو، لدينا أفكار مشتركة يمكن تنفيذها على أرض الواقع مستقبلا. ترامب الذي أثنى على جهود تيلرسون بعد أكثر من عام على توليه منصب وزير الخارجية، أكد وجود اختلافات بينهما في قضايا كثيرة، ولعل أهمها الاتفاق النووي والتعاطي مع إيران. بومبيو وهاسبل يحتاجان إلى موافقة مجلس النواب الأمريكي لتسلم منصبيهما بشكل رسمي، لا سيما فيما يخص ذاك الرجل القادم من وكالة استخباراتية لشغل منصب الخارجية الأمريكية. وفيما يوصف بومبيو البالغ من العمر 54 عاما بالجمهوري المحافظ تارة وأحد الصقور تارة أخرى، سلطت وسائل إعلام أمريكية مزيدا من الضوء على سيرته الذاتية وأسباب اختياره من قبل ترامب، خصوصا أنه ضابط سابق في الجيش الأمريكي. عرف بومبيو بمواقفه الرافضة للاتفاق النووي مع إيران قبل أن يترأس وكالة الاستخبارات في كانون الثاني 2017، بالإضافة لمواقفه المشتركة مع ترامب من ملف الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، والتي كانت أحد الأسباب التي دعت ترامب لانتقاد تيلرسون لإدارته هذا الملف. كما يعتبر بومبيو من التيار الداعي لمواجهة موسكو، وحذر سابقا من أن بوتين زعيم خطير، فيما نقلت صحف أمريكية عن بومبيو قوله العام الماضي بانتهاء مفعول قرار مجلس الأمن 2254، معتبرا أن بشار الأسد لن يفاوض المعارضة لأنه يسيطر ويتحرك على الأرض، بالإضافة لقوله إن باراك أوباما كان ضعيفا لأنه ترك بشار الأسد يستعمل أسلحة كيماوية ولم يتحرك عسكريا ضد الأسد في حينها. يجمع الكثيرون على أن التغييرات الأخيرة قد تشكل منعطفا في السياسة الخارجية الأمريكية، فيما تبقى الأيام كفيلة بمعرفة حجم تلك التغييرات إن صحت.